حاجه تانية مهمه وهي التنقل ما بين البيج هيترز في الكام جوله اللي جايين. الفتره اللي جايه هي اخر فتره في الموسم وهي فتره دايما بتبقى حاسمه. المركز اللي انت بتاخده او التقدم اللي انت بتقدمه وارد جدا تحافظ عليه. مش كل اللعيبه بقى الاسعار ونبدا نهتم بالحق ده فلان سعره زاد 2/10 فلو بعته مش هعرف ارجعه او هخسر فيه او كل الكلام ده. لا، انت عندك فتره قصيره بتلعب على شورت تيرم 7-8 جولات لازم تخطف فيهم حاجه عشان تحسن مركزك. فبالنسبه لي التنقل ما بين البيج هيترز ده شيء منطقي جدا. تنقل ما بين صلاح لبرونو، من برونو لسون، كين يبقى رونالدو، وبعد رونالدو يرجع يبقى حد تاني، دي بروين طبعا في حسابات الفتره اللي جايه. فكل دي حاجات يعني مقبوله جدا. انت في الاخر حاول دايما تخطف وتجري. من الاخر قصه الفقره بتاعه تخطف واجري ده كلنا هيبقى عايزين نخطف ونجري، بالذات في البيج هيترز. البيج هيتر اللي انت شايفه مستوى اقل او هو عنده مشكله الفتره دي فلا عادي يقدر تتباع ويشوف حد مكانه. حد عنده ماتشين صعبين ورا بعض تبدله بحد عنده ماتشين سهلين ورا بعض وبعد كده ترجع تجيب حد تاني مكانه. فدايما اللفه دي تبدا تمشي بالقصه دي عشان احنا في نهايه الموسم. اخر حاجه قبل ما ندخل على اخطف واجري هي المقارنه ما بين جوتا ولويس دياز. الناس دايما دلوقتي بدات تبص على ان الاثنين دول سعرهم اقل من صلاح 4 و4.5 مليون كمان، ويقدر يديني نقط قريبه من نقط صلاح، فليه لا ما اروحش اجيبه يمكن ساعات كمان يتفوق عليه في ماتشات. انا بالنسبه لي القصه اللي احنا عملناها مع سونو وكلوسوفسكي في فرق السعر ما بينهم ما تنفعش مع جوتا ودياز. انا عندي اتنين انفورم، الاتنين كويسين، الاتنين هياخدوا من دقيقه بعض. وارد يلعب جوتا في القلب ودياز شمال ويريح ماني، او يبقى حد فيهم يمين ويريح صلاح، بس ده مش هيحصل كتير ودايما الاتنين هياكلوا من دقايق بعض. فدي اللي مخلياني ما اروحش لا لجوتا ولا لدياز. ممكن اجرب في ماتش حسب اشوف فورمه فلان، حاله فلان. انا عارف ان هو مثلا كان بيلعب نص الاسبوع لعب جوتا، فيبقى وارد في الاخر الاسبوع في الويك اند يلعب دياز، فساعتها ماشي. لكن على لونج تيرم او على 4-5 جولات انا ممكن ما اخدش منهم ماتشات كتير.